السلام عليكم، انا دكتور امل امين، استاذ اللدائن والنانو تكنولوجي بالمركز القومي للبحوث بمصر، ومؤسس ومؤسس مشارك لعديد المبادرات العالميه زي الاكاديميه العالميه للشباب العلماء ومبادره المراه في العلوم بلا حدود. لا توجد طريقه واحده للنجاح، ولكن للنجاح طرق متعدده تتطلب العمل الجاد وتطوير النفس ووجود خطط بديله والثقه في انه العمل الجاد سيؤتي ثماره في النهايه.